السلام عليكم أصدقائي. بسم الله نبدأ مسابقة جديدة في يوم جديد إن شاء الله الله يتقبل. هذا البث برعاية البيت السوري للمواد الغذائية واللحوم والمعجنة. اسم الكريم أحمد. على رأسي أحمد جنابك. أجود. أهلا وسهلا فيكم خيو. ما هو اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله. عبد الله. وأمه؟ آمنة. أحسن. ما هي أركان الإسلام؟ خمسة. الله هو ربح. أنا بديش أربح. بدك تشارك مو مشان. تفضل يا أخي، جائزتك مقدم من البيت السوري بالهنا. أركان الإسلام خمسة. أحسنت. ما هي؟ عدل يا مرافق شهادتين. لا إله إلا الله. شهادتين طبعا. تمام. أنا محمد رسول الله. شهادتين والصلاة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام الحج، حج البيت. إن شاء الله رب العالمين يتقبل منا ومنكم. رمضان مبارك. فاز مرتين. هو فاز مرتين خلص. لأني هاي الله يتقبل يا شباب. السلام عليكم. الله يكرمكم. الله يسلمك. تعرف ما هو اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايه عبد الله. ايه. واسم امه؟ امينة. امينة بنت وهب صح؟ ايه. احسنت. جاء ايضا سيدنا محمد ابن عبد الله. وامه؟ امينة. تمام. الله يرضى عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني مسابقة رمضان تشارك فيها؟ شارك. تشارك؟ معاش أصور؟ أصور. اسم الكريم؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق. على رأسي عبد الرزاق. عبد الرزاق معلوماتك الدينية كويسة؟ يعني أتقل السؤال لأخففه. لا خف. طيب ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان هنين؟ خمسة. أحسن. اللي هنين؟ أشهد أن لا إله إلا الله. لا، هدول الإسلام. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر. تمام؟ في وبالقضاء خيره وشره. هذا الأخيرة هي. وهي هديتك تقبل من بيت السوري إن شاء الله. ألف مبروك. الله يتقبل منا ومننا. والسلام عليكم. شرفنا. السلام عليكم. السلام. شلونك؟ يعني مسابقة رمضان تشارك فيها؟ ايه عادي. معاش اصور؟ صور. الله يسلمك. اسم الكريم؟ ياسين محمد. على راسي يا اخي ياسين. الله يسلمك. عيوني. ما هي اركان الاسلام؟ خمسة. هن الخمسة. احسنت. ما هم حفظانهم؟ تذكرهم شوي. شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. والصلاة. اقام الصلاة. اقام الصلاة. ايتاء الزكاة. الزكاة. والحج. حج البيت. و ونحن الشهر اللي نحن فيه صمر رمضان. أحسنت يا عم. الله يحفظك. وهي هدية من البيت السوري. الله يعزك. البيت السوري اللي هون إن شاء الله رمضان يتقبل. الله يبارك فيك. السنة الله يتقبل منا ومنك. الله يسلمك. السلام عليكم. أهلا أخي. السلام عليكم. عربي أنت؟ أي عربي. شلونك؟ تشارك مسابقة رمضان؟ كيف يعني؟ بسألك سؤال بتجاوبني عليه بس أصور أنا عليه. بس هلأ السؤال كتير. إيه؟ إيه. واحد اثنين ثلاثة. ما هو اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبوه للنبي. عبد المطلب. أبوه. جد عبد المطلب. إيه وجد عبد المطلب. أبوه محمد ابن. محمد. عبد. عبد ال. عبد المطلب. محمد ابن عبد الله. مطلب. أحسنت. ابن عبد المطلب. إيه ابن عبد. طيب المطلب. طب اسم أمه كمان؟ اسم أمه آمينة. آمينة. بنت. بنت. وهب. وهب. جاعد سيدنا آمين. محمد ابن. ابن محمد. محمد ابن عبد الله. ابن عبد الله المطلب. ابن عبد المطلب. وأمه آمينة. أحسنت. وهي هديتك من البيت السوري بالهنا إن شاء الله. شكراً. رمضان مبارك يا حبيبي. آسف. شكراً. الله يسلمك. هنسأل عن الجديد يا أبو. السلام عليكم. في عنا مسابقة رمضان تشاركوا فيها؟ لا عرفت. مسابقة شو؟ مسابقة دينية. سؤال كثير سهل. على اليوتيوب؟ على اليوتيوب وعلى التيك توك. ايش رأيك؟ ما في خجل. سؤال كثير خفيف. بس أصور معلش. من هو والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد بن عبد الله. أحسنت. إيه وأمه؟ آمينة. أحسنت. هاي هدية من البيت السوري.
رمضان مبارك. علينا وعليكم. ما بدي خجل، لا تخجل. ما راح اعرف. السلام عليكم. اجرب لكم. بدي اصور معلش اذا ما بدكم ممنوع. عادي عادي يا اخي عادي. من هو والد النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله ما اعرف قسم بالله. ابوه لسيدنا النبي محمد بن عبد الله. احسن. سهلة مو سهل؟ سهل. شفت شلون؟ تفضل يا غالي. وهي هدية من بيت السوري. يلا حيك. الله يتقبل يا رب. رمضان مبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. في عنا مسابقة رمضان. سؤال ديني هيك سريع. ماشي صور؟ اسم الكريم؟ حسين. على راسي يا حسين. حسين ما هي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. الصلاة أو إقامة الصلاة. تمام. صوم رمضان. تمام. إداء الزكاة. تمام. حج البيت المستطاع. أحسنت بارك الله فيك. منين جنبك؟ أنا حضرتي من إدلب. أهلا وسهلا فيك والله بشرفنا وهي هديتك من بيت السوري. مبارك إن شاء الله. رمضان مبارك. السلام عليكم. شجع قلبك. بسم الله. ما هي أركان الإسلام؟ أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، هي وحدة، شهادة لا إله إلا محمد رسول الله وحدة. إيه. قام الصلاة. قام الصلاة، إتى الزكاة، وجبت مصطفى عليه سبيلة. رمضان. وصوم رمضان. صوم رمضان، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. وهي أتيتك من البيت السوري والله يتقبل إن شاء الله. رمضان مبارك علينا وعليك، السلام عليكم. مرحبا عمي، السلام عليكم. شاركنا بمسابقة رمضان؟ معاش إذا صورت؟ الله يتقبل يا رب. اسم الكريم؟ ميلاد إبراهيم. على راسي عمي. عمي ما هي أركان الإيمان؟ الشاب قال أركان الإسلام. أركان الإيمان أن تؤمن بالله، تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم واليوم الآخر والقضاء قضاء خير وشر. أحسنت يا عمي. الله يتقبل يا رب. وهي هديتك من البيت. نرجع من عيد. أن تؤمن بالله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. تقبل الله يا عم. الله يرزقك. السلام عليكم. اسم الكريم؟ محمد. أهلا وسهلا يا محمد. أخي محمد ما هي أنت معلوماتك كويسة بالمقبولة؟ أتقل شوي السؤال وإذا ما عرفته بساعدك. تفضل. ما هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم؟ سيدنا أسامة بن زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة. زيد بن حارثة. نعم أسامة. أحسنت يا عمو. أي هديتك من البيت سوري ربنا يتقبل إن شاء الله. شكرا. رمضان مبارك علينا وعليك. السلام عليكم. فيكم تساعدوا بعض. يعني كلكم مع بعض تربحوا جائزة واحدة. ماشي. قرب قرب عليك. شباب بتعرفوا اسم الصحابي اللي ذكر في القرآن الكريم؟ صحابي واحد. أبو بكر؟ لا. كان أبو عبيدة بن الجراح؟ لا. صحابي ذكر اسمه في القرآن الكريم. توقع علي. ذكر اسمه علنا هيك. فلما قضى وطرا زوجناكها. إذا بتتذكروا شيء هيك بلش. طيب أنا رح أعطيكم احتمالات. زيد بن حارثة، زيد بن ثابت، عبد الرحمن بن عوف. أنا متابع. زيد بن حارثة. أحسن. سيدنا زيد بن حارثة. وأنا متذكر بس ماني متأكد. وهي هديتك تفضل تشاركوا فيها مع بعض بالهنا إن شاء الله من البيت السوري اللي بالحي العاشر تعرفوا إن شاء الله. متشرف يا حبيباتي ورمضان مبارك عليكم. السلام عليكم. ما هي أركان الإسلام؟ تذكرون؟ هنن خمسة. أركان الإسلام. أيوة. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حج من استطاع إليه سبيلا. الصيام. أيوة. والصيام. أحسن. نرجع نعيدهم مع بعض عشان نتذكرون. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. تفضل يا عم. مبارك إن شاء الله ورمضان مبارك علينا وعليكم. تقبل الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تساعدك بالسؤال ما تحكوا الهم. من هو والد النبي عليه الصلاة والسلام؟
اسم ابوه والله ما قلت لك يا اخوي ما نساعد محمد ابن عبد الله اللي عبد الرحمن اللي عبد المطلب عبد الله اول وحده عبد الله احسنت اسم الكريم هوزان على راسي يا هوزان وهي هدية من البيت السوري فيك تصرفها إن شاء الله وألف مبروك يعطيك العافية ورمضان مبارك علينا وعليكم السلام عليكم اسم الكريم أول شيء بلال على راسي ما اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام أبوه محمد محمد بن أبي طالب عبد الله عبد الله محمد بن عبد الله تذكر اسم أمه كمان آمينة بنت وهب تفضل يا غالي هاي هدية من بيت السوري مشرف يا سيدي رمضان مبارك علينا وعليك شاركنا برمضان مسابقة رمضان كنت تحكي عربي؟ عربي مبين عليك عربي من سمارة معش أصور؟ عادي ما كم ركن من أركان الإسلام تعرفهم؟ شهادة لا إله إلا الله أيوة الصوم أيوة الزكاة أيوة بنروح عليه كل سنة أيوة حج البيت أيوة ونحن الشهر اللي فيه صيام رمضان منعيدهم مع بعض أربحك شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وشهادة أن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة الصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أحسن اسم الكريم قلت لي عودي الله يبارك فيك مبارك إن شاء الله رمضان علينا وعليك مبارك يا حبيبي السلام عليكم خيو ما هي أركان الإسلام حرصانهم خمس أركان أيوة الشهادتين أحسن الصلاة والصوم والزكاة وحج البيت من استطاع إليه هي منقول الحديث مع بعض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا الله يبارك تعرف عليك محمود على رأسي يا محمود رمضان مبارك علينا وعليك السلام عليكم الله يتقبل يا رب الله يحفظك يا رب اسم الكريم أول نبيل على رأسي يا نبيل الله يسلمك نبيل بتعرف ما هي أركان الإيمان؟ هي الخمس الصلاة الإيمان مو الإسلام طيب أركان الإسلام حفظانهم شهادة لا إله إلا الله ورسول الله الصلاة أيوة اللهم صل على سيدنا محمد والصلاة رمضان أيوة كل سنة بنروح عليه على مكة الحج و الزكاة تمام نرجع نعيدهم مع بعض شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وهي هديتك مقدمة من البيت السوري مبارك إن شاء الله ورمضان مبارك علينا وعليك السلام عليكم